مين بيتأثر أكتر بفكرة الحروق دي؟ هل الست ولا الراجل؟ الست. طبعا بنات. علشان جلدها بنات. أنا عايزة أسمع البنات. أنا كل يعني عملت زي سيرفيس كده صغير خصني أنا، البنات اللي أنا قابلتهم طول الوقت فعلا فعلا الراجل بيتجوز وعادي بيحصل بيكمل حياته عادي وممكن إن هو بيحارب لدوت، البنت طول الوقت مرفوضة بسبب الشغل بسبب الجواز، الناس طول الوقت بتحسنها هي درجة تانية. انت ليه ما تاخدش واحده يعني كويسه؟ انت ايه اللي يعني سوري بتتقال كده، انت ايه اللي جبرك على دي؟ على دي. فاهمان ازاي؟ ده جزء. جزء تاني الشغل برضو، الشغل يعني عايز اقول لك بقى لو في وشها، انا كان بكلم بنت عندها 20 سنه بتقول لي انا هروح فين واجي منين، وكملت يعني كملت تعليم قدر المستطاع معهد متوسط، بتقول لي انا ممكن ما افكرش في اتجوز اصلا. يعني ليه؟ يعني ليه احنا برضو بصين على الموضوع بالشكل السوداوي ده؟ مش احنا اللي بصين، هو للاسف عشان نظره أيوة المجتمع ما عندوش الوعي ده. برضو نحاول نغير من نفسنا، نبدا بنفسنا. يعني ليه واحده يعني ده حصل لها حاجه كده ما تلاقيش حد؟ اكيد هتلاقي حد. بصي انا هقول لك على حاجه، لو احنا ما غيرناش ثقافه المجتمع دوت مش هيتغير، مش هيتغير. بصي انا هقول لك مثال بسيط جدا، انت ممكن تقولي هند عندها حق. فاكرين سعاد حسني لما كانت عامله فيلم ناديه، والفيلم ده المفروض عندها حرق هنا حلو قوي. سعاد حسني عشان تعمل فكره زي دي هي كانت واثقه جدا ان الفئه دي مهمشه وان هي محدش وفعلا لحد النهارده محدش اتكلم خالص عن الفئه دي. احمد مثلا عمل ايه؟ حبها وقال لها حتى صورك اللي انت كنت بعتيها لاختك التوأم لما بالظبط انا حبيتك انت من جواباتك من طريقتك من اسلوبك معايا من اهتمامك، وحبها وجوزه كان دكتوره على فكره والله بالظبط حب الروح بالظبط. هو ده اللي سعاد حسني قدرت ان هي توصله، ومفيش حد في الاعلام قدر لحد النهارده ان هو يعمله.